محطتنا التالية رح نحكي فيها اليوم مع الجمعية الفلكية السورية، رح نتعرف من خلالها على رصد أهلة عيد الأضحى المبارك وأبرز الظواهر الفلكية وعلاقتها بتغيرات الطقس وغيرها من الأسئلة اللي رح يجاوبنا عليها ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، صباح الخير، صباح العيد، كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم وعلى أسرتكم وعلى أسرة الإخبارية بالخير واليمن والبركة يا رب. صباح الخير دكتور، صباح وكل عام وانت بألف خير. أكيد خلينا هيك ببداية حديثنا نعرف من حضرتك كيف تم اليوم رصد أهلة العيد، وخصوصا أنه كان صار بوقت مبكر. صحيح. شو السر؟ نحن بنشتغل بشيء اسمه الحسابات الفلكية. الحسابات الفلكية بترتبط بمواعيد ولادة الهلال وغروب الهلال بعد الشمس بيوم بيسمى يوم الالتماس. لما تكون عندنا الحسابات الفلكية واضحة، يكون عندنا فترة مكس الهلال واضح، بيكون القرار سهل جدا وواضح جدا. يعني مثلا اذا نذكر لقائنا برمضان ما كان عندنا جواب لانه كانت الارقام كثير حديه، فاذا لما تكون الارقام حديه ما بيكون الالتماس سهل. لكن هذا العام كان عندنا الارقام سهله، كان عندنا ظاهره فلكيه جميله جدا اللي هي اصطفاف الكواكب. فالكواكب كانت مصطفه فجرا اللي هي زحل والمريخ والمشتري وعطارد وأورانوس ونبتون اللذان لا يرام بالعين المجردة مع الهلال الأخير الذي القادة. فبالتالي كنا نحن شايفين هلال ذي القادة، فكان انتقالنا من ذي القادة لذي الحجة ميسر سهل، وهذا الشيء اللي خلانا نحن قبل بوقت عن طريق التعاون مع كل الجهات العلمية بالوطن العربي أنه يكون تحديد هذا العام لذي الحجة ميسر سهل. يعني ما كان في كثير خلينا نقول احتمالات او ممكن ومو ممكن، لا كان سهل جدا، وهذا ريح الناس بصراحه. يعني وقفه عرفه كثير مهم الناس تعرفها قبل بوقت، مشان موضوع الاضاحي، مشان موضوع بيوتنا، كل هالامور ترتبط بالتحديد الدقيق لاول ايام العيد. حتى الحجاج لما بدهم يحجزوا تذاكر السفر، لما بدهم يسافروا، بدهم يحجزوا فنادق، بدهم يرجعوا، كل هي مرتبطه بالتحديد الدقيق لذي الحجة. فذي الحجة استثنائيا عن باقي الأشهر يرتبط بمناسك فيها أمور اقتصادية. هذه الأمور الاقتصادية ما فينا نحن والله يا جماعة بكرة واحد ذي الحجة يلا حجوزوا على الفنادق بتصير كارثة، حجوزوا على الطيران بتصير مشكلة. لازم يكون في قرار قبل بوقت واضح وجميل ويساعد الناس على الحجز وعلى الإجراءات المدنية خلينا نقول، لحتى يكون دخولهم للمناسك سلس وسهل مثل هالسنة. خصوصاً هلأ مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن ناس كتير ما قدرت تطلع بسبب هذا الجو، خوف من ضربة الشمس أو على صحتهم، وصار كمان في انفجارات شمسية. خلينا نحكي عنها شوي. ضربت الشمس بيقولوا باب النجار مخلوع، نحن اللي بنعرف ضربات الشمس أكلناها. المشكلة فعلاً الشمس حامية ونحن لسه ما دخلنا الصيف. خليني بلش بشق الانفجارات الشمسية وبعدين انتقل لموضوع الصيف. طبعا. كان عندنا بقعة شمسية رقمها 3612 على ما أذكر 637 انفجرت، عملت مشاكل كتير الحمد لله مو بمنطقتنا، لكن اليوم الدراسات بتشير أنه كان لها دور بارتفاع درجات الحرارة الموجات الماضية. اليوم عندنا بقعة شمسية تتشكل رقمها 3712، هذه البقعة الشمسية الجديدة التي تتشكل قد تنفجر بأي وقت، وبالتالي ما زلنا نحن خلينا نقول ضمن الموجات الحارة إذا كان لهذه البقعة والانفجارات الشمسية تأثير. اليوم نحن عم نعيش بذروة نشاط شمسي، ما عندنا الجواب الدقيق هل هذا النشاط الشمسي له دور كبير ولا دور صغير بارتفاع درجات الحرارة، لكن خلينا نكون دقيق معكم وصريح. وفق نشرة المديرية العامة للأرصاد الجوية الحرارة ما عم تنزل عن معدلاتها، كلها أعلى من معدلاتها. في أسباب معينة؟ احتباس الحراري، ظاهرة النينو عالميا، وقد تكون الانفجارات الشمسيه. إذن ثلاث اسباب عنا، وبالتالي سجل حزيران ارقام مخيفه. مثلا باسوان بمصر لاول مره تتجاوز درجه الحراره 43. نحن عم نحكي على اسوان، يعني منطقه مسكونه، ما عم نحكي على باديه وصحراء والى اخره. لو قلت مثلا سرت بليبيا او قلت مثلا الربع الخالي بسعوديه او ما بعرف وين ممكن، اما عم نقول نحن باسوان امبارح لا نروح لبعيد الاردن، الأردن سجل 47 درجة ونص، وقد تكون هذه أعلى درجة بتاريخ البشرية سجلت في الأردن. ممكن تنتقل لعنا كمان؟ الموجة خلصت، كانت زروتها الأردن، هلا نحن عندنا يومين خفاف، لكن جايتنا موجة، لا يعني إنه نحن ما سجلنا أرقام، بدمشق سجلنا. ممكن نسجل لسه أرقام أعلى من الأرقام اللي صارت دكتور؟ طبعاً. للأسف. الله يبشرك بالخير. ولسه يعني نحن خلينا هلا ننتقل للشق الثاني، مثل ما تفضلتي نحن ما دخلنا الصيف. يا جماعة نحن هسا حتى في فصل الخريف، هون المشكلة. هذا الشيء اللي عم يخلينا نحن عن طريقكم من منبركم دائما ننبه وننوه، نحن ما زلنا بفصل ربيع. ربيع
يعني ما بيصير تكون الحراره فوق ال 40 احنا ربيع وبالتالي في سبب وفي مشكله. هلا نحن يوم الخميس الساعه 11:50 دقيقه ليلا يحدث الانقلاب الصيفي، ونحن السنه ما سمينا الانقلاب الصيفي، سميناه انجرار الشمس نحو انجرار الارض نحو الشمس من كثر الحراره اللي عم تكون. هلا يعني كل هذا ما بلشت الصيف ولا بلشت الصيف. هذا الشيء بيخلينا نطلع على الابحاث، نكون واكبين كل الدراسات العالميه، وهذا واجبنا. فلاحظنا انه كل الدراسات العالميه عم تقول نحن في وضع حرج، نحن في ارتفاعات متتاليه لدرجات الحراره، نحن رح نوصل لذروه الصيف بارقام كبيره. هذا مو كلامنا، هذا كلام المنظمه العالميه للارصاد الجويه، هذا كلام مشروع كوبرنيكوس للرصد الاحتراري العالمي، هذا الامم المتحده على موقعهم باللغه العربيه كلهم ذاكرين انه نحن وصلنا لمكان خطر، حنصل للواحد ونص ارتفاع متوسط عن درجات الحراره، اذا تجاوزنا واحد ونص في مشكله. طيب خلينا نكون ايجابي شوي، سوريا صدقا وانا يعني ما بجامل بهالقصه، سوريا من المناطق الاقل تاثرا بالانحباس الحراري، يعني الارقام اللي سمعناها هلا 47 بالاردن، 50 ما بعرف وين بالكويت، هي الارقام صعب تكون عنا، صعب، نحن الاقل تاثرا بالاحتباس الحراري، لكن ما يعني هذا الكلام انه ما ناخذ اجراءات، ما يعني هذا الكلام ما نحافظ على الماء والثروه المائيه، ما يعني هذا الكلام ما نهتم بالغطاء النباتي، ما يعني هذا الكلام ما ندير بالنا على صحتنا. اليوم القبعة الإطائية بالعامية ضرورية، اليوم الشمس حدة، اليوم الشمس فيها انفجارات، يعني مو بس الشمس كشمس موجودة، اليوم في الشمس وفي على سطحها انفجارات، وفي لما يصير انفجارات بيكون عندنا ارتفاع بمقدار كبير بالأشعة فوق البنفسجية. لما يصير انفجارات دكتور شو تأثيرها على الأشخاص اللي بيكونوا برا؟ في تأثيرات خطيرة ممكن تظهر عليهم ولا كيف؟ التأثيرات الأكبر على الاتصالات، على شبكات الإنترنت، على تحديد المواقع، على الأنظمة الإلكترونية، لكن التأثير هي تأثير غير مباشر. خلينا نقول التأثير المباشر هي نسبة هذا الشيء اكتشف حديثا ربط مع الانفجارات الشمسية ارتفاع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية. الاشعه فوق البنفسجيه نحن بنطلع على الشاطئ مثلا، الصبايا بيعملوا برونزاج، هاي الاشعه اذا زادت عن حد معين ممكن تسبب لا سمح الله امراض، تسبب مشاكل. لوحظ مع كل انفجار شمسي هذا المؤشر عم يرتفع، فهذا خطير، فهذا خطير. مشان هيك نحن اخذنا الدور انه موضوع الانفجارات الشمسيه ننوه عليه قبل بساعتين، قبل ثلاث ساعات حسب المعلومه اللي بتصلنا، وهذا شيء مو عندنا بس عالميا. اليوم عندنا ثلاث نقاط متكاتفه، الاحتباس الحراري اللي وصل لنقطه اللاعوده، وكل المؤتمرات يلي صارت لهلا ما في نتائج لها، والانسان عنيد ويتوجه الى خراب الارض لانه عم نلمس هلا، ما عم نحكي شيء خيال. النينو يلي حتنتهي هذا العام ان شاء الله، مشان هيك قلت تحت الهواء انه بجوز العام القادم ان شاء الله يكون اخف شوي، لانه تنتهي ظاهره النينو بصير عندنا ظاهره النينا اللي هي تلطيف الاجواء، والانفجارات الشمسيه على اساس كمان تكون خلصت السنه القادمه، فبيكون يعني اخف شوي. هذا العام فعلا بكل التقارير بكل الدراسات عام صعب شوي، عام حرارات حتسجل ارقام غير مسبوقه بالعالم، عام رح يكون في حد معين دكتور عفوا للارقام لدرجات الحراره انه اعلى حد ممكن تسجله؟ هلا اعلى حد سجل هو 72 بليبيا وبايران سجل كمان 70، الان في خلاف بين ليبيا وايران مين الحراره اول سجلت، لكن بشكل عام نحن البشر اذا تجاوزت الحراره 50 ما بنتحملها. ما بنتحملها، يعني نحن عدم المؤاخذه امبارح اول امبارح كانت 41 بالشام، احنا عم نحكي ما طلعنا على الشمال، شلون كان الجو؟ شلون كانت ظروفنا؟ عيوننا كنا ما عم نقدر نشوف فيها، ضربات الشمس، الاستهلاك الماء، كل القصص، بنيتنا البشريه، طبيعتنا، بيئتنا، بيئه سوريا كثير حلوه، كثير حلوه، اليوم يعني خلينا كنا عم نحكي تحت الهواء، بتوجهوا الناس للساحل، الساحل رطوبته عاليه، في عندنا اماكن احلى، الجبال اليوم فرصه لاستثمار الجبال، يعني هون المكان يلي انخفاض درجات حراره، بس رجاء حرائق الغابات الكارثه اليوم، لانه حرائق الغابات دوره، انا لما احرق غابه لما زدت عقب سيجاره، الله يبعدكم ويبعدنا ويبعد الناس كلها عن التدخين لانه ضار جدا، لما زدته هذا عقب السيجاره الشمس ميبس الارض ففورا بتشعل. طيب علبه زجاج بتقوم مكان الموشور، مكان العدسه، تذكروا كما كنا اطفال نجيب المسطره فيها عدسه ونحطها على ايدنا ويا الله احترقت ايدنا، هذا بتسبب حرائق. الحريقه هون لا يحمد عقباها، اولا انتشارات كبير، وشفنا بالعالم مو بس بسوريا، بالعالم لوين انتشرت الحرائق، يعني اليوم وصلنا تقرير من الصين عن تنبيه الاقصى لحرائق غابات بالصين، والمفارقه انه شمال الصين حرائق، جنوب الصين فيضانات.
اليوم شو موعودين نحن دكتور؟ يعني هاي الظواهر الفلكية، الانفجارات الشمسية، شو في لسه لقدام هيك اشياء موعودين فيها؟ رح تكون سلبية ولا إيجابية؟ طبعا كل شيء باذن الله ايجابي. برجع بقول لكم نحن الاقل تاثرا بموضوع احتباس الحراره، لكن بدنا ندير بالنا لحتى ننفض من هالمشكله هالازمه العالميه. اما ظواهر فلكيه، لا عندنا ظواهر فلكيه كثير، عندنا بعد كم يوم القمر البدر اللي حيزين سمائنا، في عندنا مذنب بعد فتره قليله رح يشاهد ان شاء الله بالعين المجرده ويستمتعوا فيه الناس، هو الان عم يقترب من الارض كل ما له عم يوضح، متوقع ان نشوفه بالسماء ماشي خلال 3 ايام. الموعد له ما بين الشهر التاسع والشهر 12، فهذا المنظر رح يكون منظر ان شاء الله منظر سلام ان شاء الله، لانه في قصص تحكى عن المذنبات وارتباطها بعده اساطير، لكن نحن نامل ان يكون هذا علامه سلام باذن الله تعالى. اذا عندنا ظواهر فلكيه، عندنا بدء انتهاء الاصطفاف الكواكب اللي كان الفتره الماضيه، هلا انتهى الاصطفاف، الهلال غادرون واصبح هلال بدايه ذي الحجه وعم يتطور الان للبدر، الكواكب بلشت تبتعد عن بعضها، انتهى الاصطفاف وما عاد عندنا اي ظاهره اصطفاف. وهون انا ببالك انت سؤال على الاصطفاف عم تطلعي فيني. لا بدي اسالك دكتور عن كمان من الظواهر اللي ممكن تصير والشائعات اللي انطرقت على وسائل التواصل الاجتماعي وصار فعلا في مخاوف يعني من الناس انه اليوم في زلازل رح تصير بهي الايام اللي نحن فيها او هزات ارضيه قويه، خلينا نحكي عن صحه هذا الشيء. حلو. للاسف الشديد دائما نوهنا ونبهنا يا جماعة لا تردوا على المتنبئين وبالذات الأجنبي يلي دائما بيرعب الناس بلا طعمة، قال وقت الاصطفاف أنه هي ظاهرة كونية خطيرة جدا ورح تدمر الأرض، ورصدنا الاصطفاف وطلعنا واستمتعنا ولا صار أي شيء من هذا الموضوع. وهلأ للأسف الشديد بدأ ينزع العيد على الناس يرعبون. أنا لو فرجيكم موبايلي كم رسالة جايتني تماما، كم رسالة جايتني أنه هلأ نحن بعد كم يوم ببلش بقى القمر يتجه للبدر، أنه زلزال مدمر وأنه الأرض صارت بموقع الاحتباس الحراري عمل تقل 15-16-17 أيام العيد تماما، حيكون في زلزال مدمر وحدد سوريا وتركيا صحيح. وما بعرف شو. طيب هذا كلام فاضي، هي نحن اليوم صرنا ثاني يوم العيد ولا في شيء ولا رح يكون في شيء. وانا دقيق بكلامي، هلا بيقول والله صار زلزال بتركيا، اذا صار هزه بسيطه ما العالم كله بيهز، اذا صار هزه بالفلبين بيقولوا اهلكم صار زلزال. لا يا جماعه، زلزال يختلف عن الهزه الارضيه، زلزال فوق الخمسه ريختر. ما عندنا زلازل الان، اذا بده يصير زلزال لا سمح الله لن يكون في منطقتنا. نحن من هون لمئات السنين لعشرات السنين بدنا وقت لتجمع الطاقه تحت القشره لحتى نفترض انه يصير زلزال. اما الان لا سمح الله اذا يصير زلزال اما بالشمال، يعني نحن عم نحكي على اوروبا وحدود تركيا الاوروبيه، او عم نحكي على اقصى الجنوب فمناطق بعيده عنا كثير، او عم نحكي على امريكا لانه كمان امريكا والصين واليابان مهدده الان بزلزال. فاذا عنا ما في شيء، عنا خلاص هذا الزلزال يلي كل 250 سنه بيضربنا، اجى الامتحان الله لا يكرره الله لا يعيده وانتهى، ما عاد بقى نسمع له. للاسف عم يوتر الناس بلا طعمه، كثير ناس قال بدنا ننزل من بيوتنا نترك بيوتنا، لا هذا كلام غير دقيق غير صحيح. اولا ما هو عالم ولا هو له علاقه بهذا الموضوع، الموضوع واضح ويعني الف باء، ما بدها كثير، بدنا طاقه لحتى يعمل زلزال، طاقه خلصت منين نجيب طاقه؟ سياره ما فيها بنزين شلون بدها تمشي؟ خصوصا انك ذكرت بالماضي انه كل هلا فصل رح يصير في رح يصير في خربطه، كل فصل رح يصير في تقديم بقدومه، ومثل ما عم نشوف هلا فصل الصيف ما شاء الله كثير مبكر، شو بالنسبه للشتويه؟ 100% متاخر ولا كمان بدها تجي بكير؟ 100% واضح الفصول الاربعه انتهت. معلش انا مسؤول عن كلمتي، فصول الاربعه انتهت فعليا، اليوم بحزيران 40 درجه مئويه ونحن فصل الربيع، الصيف هجم، مو بس هجم باكرا، هجم بكل اسلحته وباظافره وبحرارته، هجم باكرا بطريقه مخيفه وبعصايه قويه جدا. اليوم هذا الشيء شو بيعني؟ هذا الشيء يعني علميا انه عندنا تبخر كميه كبيره من مياه البحار والمحيطات، هذا بينعكس على الشتويه. هذا حتجي بكير يعني؟ حتجي بكير، لكن الصيف حيخترقها، يعني حيكون في ايام حاره بقلب الشتاء، ولكن رح تجي امطار غزيره بايام محدده مثل الشتاء الماضي، يعني ان شاء الله كمان نوصل يكون امطار اغزر، لانه الكمية المياه اللي تبخرت السنه كثير كبيره، لانه بلشت التبخر بحزيران، وهذا الشيء عم نشوفه انعكاسه بالصين، عم نشوف انعكاسه بدول نصف الكره الجنوبي اللي عندها هلا فصل الشتاء. فهذا الشيء بينعكس علينا مستقبلا. نحن شلون بنعرف؟ انا ما بدي اخذ وقتكم اكثر من هيك، انا اسف، شلون بنعرف نحن شو انعكاس الفصل عنا؟ بكل بساطه من خلال نصف الكره الجنوبي، لما يكون في برد بنصف الكره الجنوبي بيطفش الموجات الحاره لعنا. سمعتوا يمكن الحراره الماضيه من وين اجت؟ من الهند. ليش هلا كنت عم اسالك انه من الهند صح؟ فاذا هنيك مين عم يتفشى؟
المنخفضات الباردة هناك. فإذا هذا هو التغير اللي عم يصير، يعني رح تتفاجئوا السنة بأرقام كبيرة، رح تتفاجئوا بأمطار، يعني ولو من باب الفكاهة أنه معقول تشتي بيئات، ما عاد صار شيء بعيد، لأنه الحرارة العالية ممكن تسبب أمطار موسمية. شتي معلش رضيانين دكتور. تمام أكيد رضيانين، وبالعكس إن شاء الله يا رب. يعني هي نحن بنسميها الاضطرابات المناخية، التغيرات المناخية المفاجئة رح تشعروا فيها خلال اليومين القادمين. رح تلاحظوا الصبح شوب كتير. طيب بكرة بعد الشيء منيح بالليل برد. هذا الشيء منيح له تأثيرات إيجابية لقدام؟ لا هذا الشيء سيء جدا. شو هذا الشيء؟ يعني جونا عم يروح للصحراوي. تغيرات درجات الحرارة الكبيرة الحدية ما بين الليل والنهار عم يسبب أمراض. الأمراض ضربات الشمس، الأمراض، الأوبئة، كلها بتنتشر بهالتغيرات الحرارة. نحن طالعين بالشوب ويا الله وشوب وشمس وكذا، ودخلنا على غرفة فيها مكيف، شو بده يصير بحالتنا؟ أو بالنهار صيف وشوبين، بالليل حتكون درجة الحرارة ب 16 17 ل 19. إذا تغيرات كبيرة درجات الحرارة كمان، هذا الشيء مشكلة، يعني هذا الشيء مو جيد. بالنهاية الرسالة إلنا، نحن بدنا ننفض من هالمشكلة، بدنا نحافظ على بيئتنا أولا وأخيرا، كل واحد من نفسه. إذا ما بلش كل واحد من نفسه، أول واحد حيتضرر نحن. ما حدا البيئة ما راح تصلح حالها، البيئة رفضتنا خلاص، نحن تقلنا على البيئة، فنحن بدنا نصلح حالنا. منكب أوساخ رجاء يلي هلا بالساحل بالغابات بالمنتزهات، لا يكبوا أوساخ، يحطوها بكيس وعلى الحاوية. الحمد لله يعني موضوع البلدية والحاويات مليانة. طيب ليش الأناني زجاجات اللي بيفتحوا هذا غلط، هي كارثة. أعقاب السجاير هي كارثة، فكروا بأولادكم، فكروا بغيركم، لأنه هذا العقب السيجار لما رح يشعل رح يرجع ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون من حريق الغابات. هي المفتعلة هي منه لرب العالمين استفلوا. أما أنا عم أحكي على الأخطاء البشرية، الأخطاء البشرية هي الأخطر. هدنك صدقنا وآمنا رب العالمين مسؤول عنهم وقوى الأمن، أما الغلط البشري هون الكارثة. بدون وعي، يلا يا بابا زتة من الشباك، وهي زتة من الشباك، كون قدوة لابنك. صحيح. فهي رسالتي، لأنه فعلا إذا ما التزمنا بهالرسالة نحن أمام مشكلة كثير كبيرة عالميا. برجع بقول عالميا، نحن الأخف لكن عالميا هالمشكلة موجودة. إن شاء الله بتمروا على خير. دكتور خلينا نحكي عن مشاركاتكم العالمية فيما يخص الفلك. تمام. طبعا نحن هلأ عم نحضر لمشاركات عالمية، هلأ عنا بعد شهر مؤتمر الاتحاد الدولي للفلك، الاجتماع الرسمي والأخير للاتحاد الدولي للفلك. سوريا ممثلة بالجمعية الفلكية السورية، عضو بالاتحاد الدولي للفلك من بين 91 دولة. بهذا المؤتمر رح يطلعوا 4 دول وينزل 4 دول جداد. طبعا نحن حققنا المركز الثاني بالنشاطات بالاتحاد الدولي للفلك، فملفنا آمن. رح نبقى ل4 سنين قادمات أعضاء بالاتحاد الدولي للفلك. الحمد لله جهود الشباب اللي عم يقوموا فيها المشاريع اللي عم تنقام بسوريا تركت بصمة كتير حلوة عند الغرب بكل صراحة وأمانة. ليالي متابعة البقع الشمسية برغم تواضع الأجهزة والمعدات، لكن استطعنا أن نكون مع المشاركين لحظة بلحظة بالبقع وانفجارات البقع الشمسية. نشاطات الأطفال، نشاطات الصم والبكم، نشاطات الأيتام، نشاطات المكفوفين، نشاطات ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة عفوا، كلها هي كانت لها دور كتير كبير بأنه تبقي سوريا بالمراكز الأولى على مستوى العالم بالنشاطات. فنحن مطمئنين ووضعنا بالاتحاد موجود. هذا بالنسبة للمشاركات العالمية. بالمشاركات الداخلية عنا عم نحضر الآن لموضوع المذنب اللي حيكون ليلة لا تنسى، وعنا ب 11-12 آب هطل شهابي اسمه الأسديات، من أجمل الهطل الشهابي، رائع جدا، لا البرشاويات اسمه، رائع جدا، جميل جدا، ممتع جدا، ورصده حيكون كمان الفعاليات اللي بتجمع الناس لما نطلع على السماء هيك ونشوف الشهب عم تمرق ونبلش نعدها، ويلي بيحب يتمنى أمنية بتمناها ان شاء الله يا رب هيك. الله يبشرك بالخير يا دكتور، وشكرا لكل المعلومات يلي قدمت لنا اياها اليوم. يمكن كل شخص بحاجه لحتى يكون عنده كم هائل من المعلومات لحتى يعرف امتى يطلع، امتى اذا مرض شو معه، وشو هي التاثيرات الفلكيه وهي الظواهر الشمسيه اللي عم نشهدها. شكرا لك دكتور، والف سلامه عليك كمان. الله يسلمك يا رب، كل عام وانت بخير. انت الف خير دكتور. اكيد بنتمنى هالازمه هي الشوب او هي الصيفيه تمرق على خير وبتكون يعني باقل الخسائر اللي ما بنتمنى يصير أي شيء فيها. شكرا لك دكتور. شكرا، يسعد صباحكم.